بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في شرح الشابتر الثاني بلوك Diagram Reduction Technique and Signal Flow Graph من مقرر التحكم الآلي، وهنا سنبدأ في شرح أو في تقديم الرولز، التقنيات أو الآليات التي يمكن اعتمادها واستعمالها في اختصار الأنظمة الإجمالية، ونبدأها بالCombining Blocks in Cascade، نقول Cascade or Series. If we have two series block G1 and G2 like this, يمكن اختصار هذه two blocks in series in one block G1 time G2. ممكن يكون عندنا أكثر، مثلا G1 series مع G2 إلى آخره إلى GN block. هذه يمكن اختصارها في بلوك واحد وقيمته تساوي G1 time G2 time G3 إلى آخره، وصولا الى جي ان. هذه القاعده الاولى او السيريز بلوك، كيف يمكن اختصار الكاسكاد او السيريز بلوك. ثانيا كومبايننج بلوكس ان بارالل او اليمينيتنج فورورد لوبس. اذا كان عندي سام بلوكس لايك ذس، يعني ان بارالل بلوكس، يعني عندي سب سيستم 1 ان سب سيستم 2، وهنا عندي summing point plus and plus، يعني هذه الإشارة plus وهذه الإشارة plus، يعني هنا بكل بساطة الـ C of S أو الـ output هو تجميع الإشارة هذه على هذا المستوى وهذه الإشارة على هذا المستوى. هذا الـ two parallel block يمكن اختصارها كالآتي، وهو G1 plus G2. بطبيعة الحال هنا G1 plus G2 أو الإشارة plus هنا تتغير بتغير هذه الإشارة. إذا كان عندي هنا plus فهذا يصبح بلس، إذا كان هنا عندي ماينس هنا يصبح ماينس، إذا كان عندي مثلا من أعلى من ناحية الجي 1 ماينس يصبح هذا ماينس جي 1 إلى آخره، يعني على حسب الإشارة تكون يعني البلوك أو الجلوبال بلوك سيستم. وثالثا نتكلم على الفيدباك لوب. فيدباك لوب يعني تكون يعني عندي هذا الاتجاه أو الدايركت باث وعندي فيدباك باث. هنا لابد أن نفرق بين البارالل والفيدباك، لأنه في الشكل فيه تشابه لكن في الجزئيات يختلف. هنا عندي دايركت باث وهنا عندي فورورد فيدباك باث، وهنا كل المسارات هي في الاتجاه المباشر. فبالنسبة للفيدباك بلوك، لنفترض أن هذه الإشارة، مثلا هذه الإشارة سأسميها X وهذه الإشارة سأسميها Z. ماذا عندي؟ عندي C equal to X time G1، يعني C equal to X time G1 كما هو مبين في هذا البلوك. Equal to الأكس هي بكل بساطة هي R minus Z مضروب في G1، لأن الأكس هذه الأكس هي R minus، عندي هنا إشارة سالب minus Z. Equal to again equal to R minus، والزاد في حد ذاتها هي C مضروب في G2، C time G2 الكل مضروبة في G1. Equal to يعني أفك الأقواس R G1 minus C G1 G2، يعني هذا C equal to R G1 minus C G1 G2، وبالتالي C plus، يعني هذه أجيبها من الناحية الأولى، C plus C G1 G2 equal to R G1، وبالتالي C over R يعني أو قبلها عندي C مضروب في 1 plus G1 G2 لأنه C عامل مشترك هنا equal to R G1. يعني إيش بالضبط؟ يعني أنه C على R هي G1 تقسيم 1 plus G1 G2، وهذا هو يعني الاختصار. يعني إذا عندي يعني في المسار المباشر عندي G1 وفي المسار العكسي أو الفيدباك عندي G2، يمكن اختصار هذا النظام في كالتالي، يعني هو G1 المسار المباشر G1 تقسيم واحد زائد المسار المباشر G1 مضروب في المسار العكسي G2.
يعني هنا تكلمنا على الفيدباك لوب، هذا very important لأنه سنستعمله في الشابتر الثالث والرابع عندما نتكلم على المحكمات أو الكنترولز. Thank you very much.